الوضعيه الوبائيه اللي كيبغى يعرفها يعني المتتبع، يعني يمكن تقولنا واش كاين شي جديد يعني مستوى المواكبه والتتبع ديال الحاله الوبائيه بالاقليم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام تهدي دكتور ومندوب وزاره الصحه والاقليم العراقي. الحمد لله اللي كيميز الوضعيه الوبائيه في هذه الاونه الاخيره، اولا انها مستقره، هذه مساله مزيانه. ثانيا هو انه عدد كبير من حالات الشفاء اللي تم التسجيل ديالها في 48 ساعه الاخيره، بحيث تم تسجيل 31 حاله شفاء. مجموع حالات الشفاء اللي بلغت لحد اليوم 42 حاله شفاء، وهذا امر كيفرح وكيحفز الخطور، وهذا تزيد تعطيك. بالنسبه للوضعيه الوبائيه بالنسبه للحالات المؤكده، ففي الاونه الاخيره تم تسجيل واحد التراجع في عدد الحالات المؤكده الجديده، وحتى هذا امر مهم. مجموع الحالات المؤكده لحدود الساعه وصل 123 حاله، يعني مجموع الحالات اللي مجموع الحالات اللي تم التاكيد ديالها. كاين كذلك حالات ديال الوفيات، كاين 810 ديال الحالات المستبعده، يعني اللي كان مشتبع فيها وتم الاستبعاد ديالها. كما سبق شرط كاين 42 حاله ديال الشفاء لحدود الساعه. كاين كذلك 79 مريض ومريضه، وكيتابعوا يعني المخالطين ديال هاد الحالات اللي تم التسجيل ديالهم، كيتابعوا يوميا وكيتابعوا كذلك الحالات المشتبه فيها، يعني مازال الرصد بواحد الطريقه مشدده. و دونك هاد الشيء هما نعم في اطار المواكبه والتتبع، يعني ولا بغينا نقولوا التدابير الاحترازيه يعني الاستباقيه فيما يخص على مستوى الاقليم. كان واحد المعطى جديد، يعني الان كاين واحد السيركيلير او مذكره ديال وزاره الداخليه خاصه بالنسبه على مستوى الاقليم، انه كيشغلوا ديك المياه العادمه والمياه المستعمله. ربما يكون شي معطيات جديده يمكن تاثر على مستوى الاقليم، يعني واش كاينه على مستوى التنسيق على مستوى مع السلطات الاقليميه، يعني هل هناك يعني في اطار تنزيل المخطط الاقليمي يعني مواجهه الكوفيد، يعني هل هناك يعني اجراءات استباقيه من اجل الحد من سواء من عوامل اخرى قد تكون مساعده او في تفشي وباء كورونا؟ سؤال مهم. فعلا المخطط الاقليمي لمكافحه مرض الكوفيد هو واحد المخطط اللي هو شامل، يعني ما كيتعلقش فقط بالتكفل بالمرضى، بل بالعكس فهو كيشمل كافه المراحل ديال المرض. يعني كاين الاجراءات اللي كترتبط بالمرحله الاوليه اللي كتكون هي الوقايه، ومن بينها الاجراءات الاحترازيه. بالنسبه لاعاده استعمال المياه العادمه، فراه كاين القانون واضح، يعني كاين تشديد وتعليمات صارمه باش يتم الاحترام وانضباط الضوابط القانونيه اللي كتاثر هاد المسائل هذه اللي مرتبطه بالصحه، يعني هذوك باينه حتى قانونيا راه باين المسائل. واللجان الاقليميه المختلطه فهي كتشرف وقامت بعمليه تحشيش ديال جميع الجهات اللي معنيه بهذه المساله ديال المياه العادمه. كاين اجراءات يعني وقائيه على مستوى المؤسسات العموميه، على المؤسسات اللي كيجتمعوا فيها المواطنين بحال الاسواق، بحال يعني كاين واحد مجموعه الاجراءات اللي احترازيه اللي كاينه في المخطط الاقليمي، وتم تنفيذ ديال هذه الاجراءات. تخفيض عدد العمال تخفيض عدد المواطنين في وسائل النقل، يعني كاين واحد مجموعه الاجراءات اللي هي كتسمى اجراءات وقائيه، التباعد الاجتماعي، وضع الكمامات، الوضع الاجباري للكمامات، هادو كلها اجراءات اللي هي وقائيه. كاين اجراءات ديال الكشف، يعني على الكشف على المرض، فوزاره الصحه راه عندها واحد مجموعه ديال اللوجيستيك اللي وضعتها، وفيها شركاء اخرين، كاين الوقايه المدنيه وكاين اجهزه اخرى ديال الدوله اللي كامله كتسهر باش انه فيما تبان شي حاله مشتبه فيها من خلال عمليه الترصد اللي كتتم الوبائي، فكيتم الكشف على هذيك الحالات. وكاين كذلك المرحله الثالثه اللي هي مرحله التكفل في حاله ظهور حالات، فكاين واحد المنظومه كبيره موضوعه حتى هي فيها من بينها هاد الوحدات ديال الاستشفاء، بحيث انه ملي كتكون شي حاله ايجابيه كيتم التكفل بها على مستوى هاد الوحدات. والمخطط الاقليمي كذلك فهو واحد المخطط اللي واسع وديناميك، يعني كيتطور حسب الحاجيات،
يمكننا ندوزوا لاجراءات اضافيه اخرى كاينه مسطره في هذاك المخطط الاقليمي حسب الحاجه. شكرا دكتور عبد السلام الذهبي المدير الاقليمي المندوب الاقليمي للصحه بالعرائش، كنا معه في حوار حول مستجدات الحاله الوبائيه بالاضافه الى تدابير اجرائيه فيما يخص تنزيل وتنفيذ المخطط الاقليمي لمواجهه كوفيد. شكرا لكم استاذ الدكتور.